مرحبا بكم أعزائي الطلبة في مجموعة العلوم التجارية. مقرر قانون العمل قانون 322 الوحدة السادسة. درسنا لهذا اليوم التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يتعرف على صور الأجر وطرق تحديده، أحكام الوفاء بالأجر، الحماية القانونية لأجور العمال. أولاً نريد التعرف ما الفرق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل. الأجر الأساسي هو المقابل المحدد الذي يدفع للعامل بصفة دورية. المقصود به صفة دورية أي بصفة أسبوعية أم شهرية. ننتقل الآن إلى الأجر الشامل. الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً أو متغيراً، يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه ملحقات الأجر، بناخذها إن شاء الله في الشرائح القادمة، وهي العلاوات، العمولة، والمنح وغيرها. الآن سوف نتعرف إلى طرق تحديد الأجور. لتحديد الأجور ثلاثة طرق: أولاً بالتراضي بين الطرفين. من هم الطرفان؟ هما العامل وصاحب العمل. أما النقطة الثانية من خلال أنظمة العمل، حيث أن كل شركة وكل منظمة لها هيكلة لتوزيع الأجور. الطريقة الثالثة من ناحية القاضي، عندما يكون هناك اختلاف بين العامل وصاحب العمل في تحديد الأجر، يرجع هنا العامل وصاحب العمل إلى من؟ إلى القاضي لتحديد هذا الأجر. يكون أيضا تحديد الأجر على أساس الزمن، وعلى أساس القطعة، وعلى أساس مزدوج الزمن والقطعة. يكون هنا على أساس الفترة الزمنية إذا كان بالشهر يسمى مشاهرة، وإذا كان على أساس اليوم يسمى مياومة. وطبعاً أكثر المنظمات والشركات يتبعون هذا النوع من تحديد الأجور. أما تحديد الأجور عن طريق أساس أو عن طريق القطع، وهي تحدد الأجور على حسب كمية الإنتاج، أي في بعض الشركات أو بعض المصانع يقوم صاحب العمل بإخبار العامل بعدد القطع التي يجب أن ينتجها لهذا اليوم لكي يحصل على هذا الأجر الثابت. أما في تحديد الأجر عن طريق الزمن والقطعة، حيث يدمج الاثنان معا، وهو أن يكون هناك زمن معين وعدد قطع معينة. مثال على ذلك أن ينتج 50 قطعة في يوم واحد مثلا لكي يحصل على 300 دينار. نأخذ هنا هذا السؤال: علل يعد تحديد الأجر بالشهر أكثر ميزة للعامل. المقصود بأكثر ميزة أكثر نفعاً. لماذا؟ لأنه يحافظ على استقرار أجر العامل وحمايته من أي تأثير من تخفيض ساعات العمل. إذن الآن ما هي ملحقات الأجر؟ هي ست ملحقات. أولاً العلاوات. المقصود في العلاوة هي الزيادة التي تكون بانتظام على الراتب الأساسي. أما المزايا العينية هي عبارة عن القسائم التي ممكن يحصل عليها العامل في عمله. مثال على ذلك الذين يعملون في شركات الطيران، حيث من القسائم التي ممكن أن يحصلوا عليها تذاكر سفر مجانية. الملحق الثالث وهو العمولة، وهي تقصد فيها نسبة مئوية تعطى للعامل نتيجة لصفقة معينة يقوم بها هذا العامل لصاحب العمل.
الملحق الرابع وهو المنحة. المنحة هو كل ما يعطى من صاحب العمل للعامل في مناسبة معينة، تقصد بالمناسبة الأعياد الوطنية أو أعياد الفطر وعيد الأضحى، ولها ثلاثة شروط. أول شرط أن تتسم بالعمومية. ما المقصود بالعمومية؟ العمومية أن تكون شاملة لجميع العمال والموظفين في المؤسسة. رقم 2، يكون مقدارها ثابت إذا تم إقرارها إنها تكون 50 دينار، تكون 50 دينار لجميع الموظفين. رقم 3، الاستمرارية. المقصود بالاستمرارية أن تكون مستمرة من سنة إلى 5 سنوات منتظمة. رقم 5، المكافأة. المكافأة هي كل ما يحصل عليه العامل نتيجة جهد إضافي أو مميز، هو ما يقوم به إضافة على عمله الأساسي. آخر مرحلة وهي أو آخر نقطة في ملحقات الأجر وهي نسب الأرباح، يعطى صاحب العمل في نهاية كل سنة نسبة مئوية من الأرباح يوزعها على الموظفين. ننتقل الآن إلى جزئية أحكام الوفاء بالأجر. أول حكم، ما سبب استحقاق العامل للأجر؟ من المتعارف عليه أن سبب استحقاق العامل للأجر نتيجة لقيامه بعمل معين لصاحب العمل. هناك نقطة أخرى، يستحق العامل أجره كامل إذا منعه صاحب العمل من العمل. إذا ذهب العامل إلى عمله ولكن حصل على عرقلة في العمل بسبب صاحب العمل فيستحق أجره كاملاً. من الناحية الثانية، يستحق العامل نصف أجره إذا لم يعمل عمله إذا كانت الظروف قاهرة. قاهرة أي ليس لصاحب العمل أي ارتباط في ذلك، فيحصل على نصف أجره. مواعيد الوفاء بالأجر، أما يدفع الأجر بالشهر أم بالقطعة كما تم ذكره سابقاً. وفي هناك نقطة يجب التنويه لها، إن في حال تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر يعوض العامل بنسبة 6 إلى 12%. ننتقل الآن إلى مكان الوفاء بالأجر. يكون مكان الوفاء بالأجر المكان الذي يدفع فيه أجر العامل إما في مكان عمله أو في البنوك. كيف يكون إثبات الوفاء بالأجر؟ كيف أثبت بأن تم دفع للعامل هذا الأجر؟ من خلال كشف الحساب أو من خلال ورقة تحويل الراتب إلى الحساب البنكي. ننتقل الآن، كيف نحمي أجر العامل؟ هناك 3 نواحي. كيف نحمي أجر العامل؟ من خلال دائني العامل، ومن خلال صاحب العمل، ومن خلال دائني صاحب العمل. أول نقطة، إذا كان للعامل دين أو قرض من ناحية البنوك، يتم الخصم 25% من راتبه لهذا القرض. ولكن إذا كان لديه دين نفقة، يتم خصم 50% من راتبه. كيف نحمي الأجر في مواجهة صاحب العمل؟ في 4 حالات. أول حالة، ممكن لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل لقاء جزاء تأديبي. كيف يكون الجزاء التأديبي؟ في حالة مثلاً الغياب المتكرر، في حالة جرائم اختلاسات. ممكن أيضا يكون الاقتطاع نتيجة أن صاحب العمل اقترض منه العامل قرض شخصي نسبته 10% إذا كان قرض شخصي، 25% إذا كان قرض سكني. ثالث نقطة، ممكن صاحب العمل أيضاً يقتطع من راتب العامل للاقتطاعات التأمينية وهو
التأمين التقاعد. آخر نقطة، الاقتطاع نتيجة لتلفيات معينة. ممكن في بعض الأحيان العامل يقوم بالعديد من التلفيات في بعض الأجهزة أو في بعض المعدات، حيث يجب على صاحب العمل أن يتم خصم من راتب العامل تأديبياً لذلك، ولكن يجب أن لا يكون أكثر من 5 أيام. آخر نقطة، كيف يمكن حماية الأجر في مواجهة دائني صاحب العمل؟ هنا نتكلم عن مرحلة إفلاس صاحب العمل. عندما يفلس صاحب العمل، يجب على صاحب العمل أن يفي العمال بأجورهم أولاً ثم دائني صاحب العمل. عامل أجره في اليوم 6 دنانير، بحيث ينتج 10 وحدات. إذن هذه هي الوحدات اليومية في 8 ساعات. على أن ينقص، كلمة ينقص تدل أن لدينا وحدات ناقصة. 300 فلس عن كل وحدة ناقصة، فإذا أنتج العامل 7 وحدات فكم يكون أجره؟ إذن أولاً يجب أن نجد عدد الوحدات الناقصة. عدد الوحدات الناقصة نأخذ الوحدات اليومية اللي هي 10، نطرح منها التي تم إنتاجها فيكون الفرق 3 وحدات. نريد الآن إيجاد قيمة الوحدات الناقصة. نأخذ عدد الوحدات الناقصة، يتم ضربها في 300 فلس فيكون الناتج 900 فلس. إذن كيف يتم إيجاد أجر العامل في اليوم؟ يكون الأجر اليومي 6 دينار ناقص 900 فلس، فيكون الجواب النهائي 5 دينار و100 فلس. هذا هو أجر العامل في هذا اليوم. ننتقل الآن إلى المثال الثاني. يتقاضى عادل أجراً يومياً قدره 10 دنانير. هذا هو الأجر اليومي مقابل إنتاج 30 وحدة إنتاجية في 8 ساعات. على أن يخصم، كلمة يخصم تدل أن هناك وحدات ناقصة. مبلغ 500 فلس عن كل وحدة إنتاجية ناقصة، فإذا أنتج 22 وحدة إنتاجية فكم يكون أجره؟ إذن أولاً نجد عدد الوحدات الناقصة وهي 30 ناقص 22، يكون هنا الإجابة 8 وحدات. فقيمة الوحدات الناقصة، نأخذ الوحدات التي تم إيجادها 8، نضربها في 500 فلس فتكون هنا الإجابة 4 دينار. بما أنها وحدات ناقصة، إذن يتم طرحها من الأجر اليومي، فيكون أجر العامل في اليوم 10، اللي هو أجر الأساسي، مطروح منه قيمة الوحدات الناقصة، فتكون الإجابة 6 دنانير. ننتقل الآن إلى مثال ثالث. يحصل عامل على أجر يومي قدره 10 دينار، فهنا يكون أجر يومي على أن ينتج 40 وحدة في 6 ساعات.
ويحصل على دينارين عن كل ساعة يوفرها. في هذا اليوم أنجز العامل الوحدات المطلوبة في 3 ساعات، فكم يستحق من أجر في ذلك اليوم؟ إذن هنا لن نتكلم عن الوحدات، بل سوف نتكلم عن الساعات الموفرة. إذن يجب أن ينتج في 6 ساعات، ولكنه أنتج في 3 ساعات. إذن الساعات الموفرة هي 3 ساعات. فقيمة الساعات الموفرة، نأخذ 3 نضربها في دينارين، فيكون المجموع 6 دينار. إذن أجر العامل في هذا اليوم، نأخذ الأجر اليومي 10 نضيف إليه 6، فيصبح الناتج 16 دينار. ننتقل الآن إلى مثال 4. اتفقت باسمة مع إدارة المصنع على أن تعمل لديه مقابل حصولها على أجر نقدي قدره 13 دينارا، مقابل إنتاجها 40 وحدة إنتاجية، بحيث تحصل على 500 فلس عن كل وحدة إضافية. إذن هنا نحن نتكلم عن وحدة إضافية. وبعد 12 يوم بلغ إنتاج باسمة 650 وحدة، احسب أجرها عن 12 عمل 12 يوم. طبعا في الأمثلة السابقة قمنا باحتساب الأجر ليوم واحد، أما هنا سوف نحتسب عن 12 يوما. أولا نحسب الأجر الاعتيادي عن 12 يوم عمل. هنا 12 تحسب بأيام العمل، نضربها في 13 وهي الأجر اليومي. إذن المجموع يكون 156 دينار. ننتقل الآن إلى الوحدات الاعتيادية عن 12 يوم عمل. إذن 12 يوم عمل في 40، الـ40 هي عدد الوحدات اليومية، فيكون هنا الناتج 480. ننتقل الآن إلى احتساب عدد الوحدات الإضافية. إذن 650 التي تم إنتاجها من قبل باسمة، يتم طرحها من الوحدات الاعتيادية لـ12 يوما، فيكون هنا الناتج 170 وحدة. ننتقل الآن إلى قيمة هذه الوحدات الإضافية، 170 في 500 فلس عن كل وحدة إضافية، فيكون هنا الناتج 85 دينار. إذن أجر العامل في اليوم أو خلال 12 يوما راح يكون 156 مضافا إليه 85 دينار، فسوف يكون هنا 241 دينار لهذا اليوم. ننتقل الآن إلى مثال 5. المطلوب هنا إيجاد صافي الراتب المستحق للعامل محمد، وفيما يلي بيانات الراتب لديه. الراتب الأساسي 500 دينار، علاوة المواصلات 30 دينار، علاوة بدل السكن 150 دينار، علاوة تحسين المعيشة 70 دينار، تأمين التعطل 5 دينار، وتأمين التقاعد 35 دينار. يجب بمعرفته أن كيفية احتساب صافي الراتب نقوم بجمع جميع ما سبق، ثم يطرح منه التأمين. إذن 500 زائد 30 زائد 150 زائد 70، بعدين نحط الطرح، نفتح الأقواس، تأمين التعطل 5 دينار
زائد 35 تأمين التقاعد، فيكون هنا المجموع 750. نضع الطرح، مجموعهم 40، تتم عملية الطرح، فيكون الناتج 710 دينار. نرجو أنكم استمتعتوا في درس اليوم، على أمل اللقاء في درس آخر. ولمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.